الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عبد الله علينا وعلى محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وصغير وكبرنا يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي ونحرستو دكتور عبد الرحمن إنك نحن نوغد ونحرستو أدون ونكسن بوها أدون دلك وح بدن سوى قشدي بوها أدون سوى دلالي بوها أدون وحوها أمدي سوى سوى شقيي حلقن كيوغ سوى شقيي دبديد دلك لسميه سي إن بدن كسوى قيستي تيسي بامان تتمد إلهي ونحرستو أنا ونين صاحب أنا بوها إن بدن وانا الله وضع دمان إياه طريقة الله وضع مرة يوم بأي نغني نسوغي إلهي ونحرستو إنك نحن نوغد ونحرستو آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي سبحانه وتعالى وحين نغبرنا نحرستي شنو دكتور عبد الرحمن عبد الله وحوها شخص آلي عدو قيمة بغن تيام برتي وحوها ريد بدو سارد عاف مادك إلا بلوغي مركي ودن كلاسو قلي وحوها نين تعبدن قلي يسي عاف مادك ومدو وحسيق بدي الله وحوها ددك شعل هاوشو إني سيدي دو قبسونتو
وأن إيرنا أنا هالكيدا خاص وقديم مركاو خنتي أودي سؤال وقلت ترى الشغلة مركاو حية إن أي هركش حتى الشغلة ضدك كلا هي وحش على يدنا إن أنا قلت عليه لنا سيرنا ما استرد إن شاء الله تعالى حنجينا إن الله كبرنا وحاولنا يسمع فلوس وقبتي مدد أنت على اللي قشكي إنه الله سبحانه وتعالى ميسان كحسنات كيس وصار أهل كيس نستمرية إيمان إنه كسي يدمنتن رسول الله يا جارهان بعد يا عافمات كبا السلام عليكم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحي متاجن هاي تعسدي الله ونحن حريص دكتور عبد الرحمن عبد الله محمد دكتور عبد الرحمن ما أنت أيه تشوف نمرك دبلو عليو أنت عنو يسوني ما يسبرنا أي وحى لقيت شو قامدو صدق هي صدق السنة ذولا عبد الرحمن الله ونحن حريص توه عنو يسوني هالجنكي وهو كمدها صدق دي دكتور يوجه الرئي يجبه دي سنم لون شري كبيري إسقى إلهي ونحن حريص يو الله ونحن حريص دكتور عبد القادر موسى عبدي ويسنا كل أنت يسوع قاسم عشتر كفرعه يو دكتور سليمان شامع والله يقان سليمان رامبو سدح دودي ما أنت نك عساك عري أنت يدك لو أنك هذا بني ميت ماشان نقوله صوب الرجال جنكي ما لين تعال لقى صوب لعبو إلا ما أنت ومددي مكودن بيسدد ك قف يسقده وين أنا ها وين وده تاجنين ما لين ب من يسوع تكتب عبد الرحمن هو كم ده مركب ودن كاين صوب الله تراديو كوبنيت هو سارد عافمات كي ما أنت شرته وحكا أساستي هذا إنه دوبه قلنا قلنا تاهوري هالجن كي مركب اللي جاي ما دوي سوق نختار نقضي وضد كون دوه هيسن وحبنا هيسن وهذا جاي وحنا وقبناي مركب السيستم كي دم بقى هالجن كه جاي وواحد اللي دسينا واحد عافمات كا ما ذا حد يحكم يشرتي هو جامين هيسي أيه وكم دها مركب ودم بيسينا وحنا نقضي هل يجي وقابل سن إنه فريستو مجالات زير دابه هل كاسو ليسو كين شري دعوة على صودان سدح مستشفى البو قيبين شري أو كلاها مستشفى كبلاك لا مستشفى لا هذا يا دي سبوق يا الله هي مستشفى كي يا الله ملة ترجع هرر ينت صولد ناتو مركا وكوهن شري ما شاء الله يراه هذا دير دابي هل كاسو مركي تبان وين كسي بتلاقي سكانه مركي حق الله صو نقضي تضبط يوقف يقول ريو سعر ده سبع الله ده بكتير سنة وسعر ده وحكي صوغة تحيل الأدو كلا دوين iyadoon cidina waxba haysan halkay maanta tahay agaasimo waaxeediyadii ugu horeeyay ee lagu bilaabay buu kamid aha ilaa maalinta ilaa maanta oo waha agaasimaha waaxda HIV AIDS ka oo u joogay halka isagu ugu yimid sanadkii ugu dambeeyayna runtii waxaan u isanay Ilaahay Cabdiraxmaan waxaynu uga baryeynaa halganka uu soo galay inuu jasaaygiisa ka siiyo إن إلى هاي أن حريستو ذنبي وحي لها بن آدم بن إلى هاي نكرافة وحي خير يوانا وشقيستينا إلى هاي إن أكريو ومد أنتو أدي أقول سوق علينا إن إلى هاي ميسانك حسناتك وقدره أيان عبد الرحمن وقر تشيرنا لما أنت مجتمع بدن بينه وحود عيسان إن إلى هاي قول كثابت كا وافتشيو أو كسوه إن قبل قا وقد قر روضة من رياض الجنة إلى هاي أنت وأن حريستين ما أنت قيامه ويسوق تيسا وقلنا حريصة جنة الفردوس أعلى وقيه إلهي كم دير إلهي كم دير السلام عليكم إن الله وإنا إلهي راجعون أن عبد الرحمن الله ونا حريصة وقتين بذن بالا قصو شكي أن أنه اسكو أردي بان وحاين سنة يلا بان كهري أن ميال بان خصو وضب هان الجامعات سيدة للشيد يو تاريخ دوايش فهموها حسيسو ها هادو هوها دختكيشين ها هادم هوها خاطير تهوري يقول ريسي ان دوار هاد الله والله ما هالله تاريخ دا اي كغشي كيين وحي هاي تاريخ دوا ورنا وهو ها رنتي من آذي آذي يتالو في الفرعون عدنا انا لو يدينا في الفرعون يديس نما الله عقدان كلاهن بوها نما محتقانا مهوها ان وحو آهز يوم حصم يوم تغانا وحو دغدان دان كلاهن بوها نما هو ها جعل بتغانا امدو انين nolaato dadku noolaadaan nin jacayl buu hayaa Allah u naxariisto taariikhdiisuna waxa weeye runtii waa taa la soo sheegay lagu celcelin maayo Allah u naxariisto sabir iyo naxariis inaga soo raxmaan raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marhuumka intii aan ka qaanay
runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u naxariis badan. Wuxuu ahaa dhakhtar masaakiinta daweeya. Waxaan garanayaa kaadhkiisa shan kun baa lagu galaa hadda lagu uy dadka laga qaadi jiray. Ramadaantana bilaash buu ahaan jiray. Dadka oo dhami waxba kama qaadi jirin. Ilaahay maanta camalkiisii ka horeeya oo helaya sadaqada oo la baxay. Nin cibaado meydhan buu ahaa. Aniga dhakhtarkayga khaas iyo reerkaba wuu ahaa. Waan ka dareemayaa damqashada geerida ku timi. إلهي وحان وقبريا نحاريس جنو إلو كورابيو حسنات إنو إلهي سيو إهل كيو دمان قرق اسمانو دمان سمري إيمان كسيو إلهي هاو نحاريس عبد الرحمن إلهي قبرق هاو واسعيو إلهي قبرق هاو نورو إلهي دنبقي سها دافو وحان كعود سنة يا أمد مغليسة عدي وحكا شيقين سمين سامحان إنا سامحان بان أمد كعود سنة يا بنا هذا هو الله إسقابان يا لكن قبقستو ما أنترن لقي سنة يا إلهي درتي وحن قعد سنة هنا يسامحان وعبد الرحمن سامحان يسقون أن ندبي بتشرب ماها إلهي قبرك هو سعيو إلهي شن ده جيو دمانتن سامحناكم على الضربيا تاسع دتك وغا وغضربيا سلام الله عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون وحنا دكتور هذا بيرجل أتمنى دتك هذا كن شجع إذا عبد الرحمن إذا قام بطن هنا نشجع عبد الرحمن واحد نوضع بلوني من عامد القرانك دبالغ واحد نوضع قلي إلمنتري سكول كي دبالغ واحد نوضع قلي هاي سكول إن سكندري سكول كي فارس شواهي شام عادي ما عندما السنة وقتي أنا عبد الرحمن وضع قادلني وانا اللي قاربان الله قادل إنا الله وإنا إلي راجعون قفنا هان عبد الرحمن وحقيريا إنو ها قف أخلاق يعذب ينحاريس بلن ولقي ما رجع عبد الرحمن انتانا قاني ومالها دي امسي دافسة كنت انصنا كبضن عبد الرحمن عيد سلينا يان أما عبد الرحمن عيد لك رحيو أما عبد الرحمن عيد وحنك الشيكيسة ما نارك نحريسي سوال قول الشيكي وانقر يا وحاسل من الرميهين ما انتع أنو هذا المكر كريوان إلما هيسة الله وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة الموت عبد الرحمن تاريخ دي ستلس وكوبي كري يماها لاخترقي مبضن بواها على اكتدي عينو أركيننا وحوية سيدان أمدو وغتمد أي كم وقتا إلى هين حريستي شناه كورابي إلى هاي قبر جاونور إلى هاي قبر جاونور إلى هاي رياض من روض الشنة إلى هاي وغنم أمدي إيه الكين السمرية من الله كسي السلام عليكم دكتور عبد الرحمن إلى هون حريستو مدرب بن عبد الرحمن رفيقه هين إلى وقت يهلكن كه وحبل مركزه شغيني إيه الكي iyo qarag hoodan ilaahay samireeyay ka siiyo aan maanta waxaynu joognaa marxuun abdurrahmaan dhaqtar abdullahi markan si kooban u niraahno xilligan isbaranay ama xilligu ahaa wuxuu ahaa qof mu'mina qof dad fara badan badbaadadiisa ay naftiisa u huray aniga maalintii ugu horeysay waxa ahayd maalintan soo gelinay 88-kii waxaan joogay anigu waxa ahayd qaybta kale ee koonfurta markaa abdurrahmaan markaa uu yimid wuxuu ahaa dhakhtar dhakhaatiirta oo yarayd awgeed markaa mararka qaarkoodba waxa dhici jiray habeen iyo dhalaalba loo soo jeedi jiray wuxuu ahaa qof aan lacag doonayn qof samafalka ama dhakhtarnimada sifihiisu ay noqotay runtii qof saacad kastaba qofka yar iyo qofka weyn ayna u kala soocnayn qof mu'mina isagoo noloshiisoo dhan halka dad kale wax kale kaga sameynayeen uu ahaa cabdiraxmaan allah u naxariisto ayaan leenahay innagana allah inooga daba naxariisto ummaddana waxaan leenahay taariikhdiio inaga gataban wax weyn maanta waynu dul joognaa wuxuu ahaa dadkii aasaaska caafimaadkan iminka jira aasaaskiisa ahaa marar waxaan garanayaa aan dawo waayi jirnayo maxaa wax lagu sameeyaa loodhan jiray oo la dooni jiray bay ahayd marka inay dadka yaryar waxa laga yahay cabdiraxmaan cabdillaahi ama cabdiraxmaan geel bar yaryar inayna maqal wuxuu ahaa ninka mujaahidka aasaaskii caafimaadkan ee hore ee jabhadda kala yimid buu ahaa intuu halkan joogay intuu jabhadda ahaaba waxa weeyaan wuxuu uu naftiisii oo dhan u huray waxa ahayd marka waxaan garanayaa mararka qaarkood oo aanu lacayn baal iyo toona anagu cabdiraxmaan agar ma soo gaabinayna waxaa la dadkii la joogay ugu horreeyey ilmaha yar baa la doonayay inay fahmaan wuxuu ahaa cabdiraxmaan taasaa lada loo sheegayaa waxa weyn qofka wuxuu ahaa marka la waayo xitaa dawo
أيام قرنا يا مالمها قاركود ودك قاركود درحوق السلا ودح سعودي أنا سويدين إني محوص فيني وبيمنح له يا نبت هذا ركتين لكن سفيني ما مرين كرتان مركا وحوص وصفري وحوي وحكا قرن كرتان وحب بين آدم يمد مخلق يمد وحو عمركو هلكا يمدنا ننو شقينا يا وساردي يا بسميقي على الميترين عافمات يا وحي نوصوعنا dulku sida u baabacsanaa oo kala us baabacsanaa waxaan leenahay marka xusuusta iyo dadku han noqoto aynu xusuusano dadka wadanka wuxuu qabtay oo kamid aha marxuunka salaahu naxariis maan raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay waxaan u bareynaa dr abdirahmaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo wuxuu ahaa dhaqtar qaali ah rukun qaali ku ah wuxuu ahaa ninkii aas aasay سيدي دينينا وغور لي دحدا كودا وعمد دب نكيو علي بان هان وي دباتنا مساجدك او ان مقاحي مو وخ كلا اني جيرين غعنت اسغو هلكي جو انت غعنت كغلي امر كو بخيي ان لا بانيهو ان لا بانيه مقاحي اسغا اساسي غوبتا مساجدك اي داوعه او بدن اي اسلم لا دغي جيري وخو ها مداله ان هاد يا هبين استاغين وخو ها نين هلغلكو كدا دحسي هاي او سيدا تاريخ لو سو خصي هورينا او سو طلابي سدخدا دكتور اي وكال قال لي دي كشيغي وحن لينهاي وحن غرانيا انغ او صدن صدن كيلومتر او لوغيناي او دكتور كو سو قادني داوعي دكتور عبد الرحمن نو هو هان حريص بدل دكتور عبد الرحمن هو هانين دك إلهي أنت ويفك جوعي أم بجنة ذك مقيا الله جي الله جي الله جي نقول نقول دعائنا رحمة الله وبركات عبد الرحمن الله نحرس الله نحرس عبد الرحمن عبد الرحمن أنا جو حكم لها دك على وش من إركا وسنا وقفقة وحبان كم لها إيه وكاري هنا يسوي كوكاري عبد الرحمن الله نحرس عبد الرحمن الله يوحنا كرر شيء إنه ما قضى كل شيء هذا هو هرية إلهي هو نحرسته هو يدي يوم ما تنا الله إلهي سمير إيمان وافي هكذا وقولك إنه إنه ودوا علينا عبد الرحمن عبد الرحمن إنه الخير وها العباد وها الله هو نحرسته إنا إليه راجعون هل كوحنا هون بالدمانتين إنا إنه الدكتور عبد الرحمن ودوا علينا isagoo halgan badan soo galay dadka aad ugu shaqeeyay nin naxariis badan ah taariikhdiisa aad looga sheekeyay ana waxaan isku baranay halka ninkaasi ka sheekeynay masajidka in markii magaalada laga baxay ee la rasaasay magaalada diyaaradu rushay wuxuu ahaa nin habeen iyo maalin u adeega dhaawaceed faraha badnaa ee masajidka ugu yimid habeen iyo maalin ma nintaagnaa shaqeynayba ilaahay uu naxariisto قولك ثابت كإله كسبة والدك يعررتي سيلا سمير إيمانه كسيه قن قرن بو هايلك قرن كإله هاي هكا 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 أي سمير إيمانه كسيه لما أنت هنا نسمعنا ولكن صلى الله عليه راجعون ما أنت وحين تشوفنا رنتي أسكا جريدة مرحوم دكتور عبد الرحمن عبد الله ورنتي كم ذا هالجمياشي قرن كان بدي بدأ وتاجي خاصة دينا عافيماتك أنقون دخاتير هينين أنقون هدي لهين بذا كده كله قدش قيساني شرين مرك الله برد اختلوا قرا شري وها سليم الرحمن بو ين عبد القادر ليلى فنتي كل كي إنه يمد وح بدم بو كبدلي ما دام أنان هيسن دخاتير فلقة أو نرسن يضل مد فرنتي أي ذلك وش قن شنا ورك أي هلقن كوقت هلقن لو عبدنا لبعت هذا بدنيد إن تبوحوها 24 أورس هلك عضو قبعته قفتي يوها ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiyo dalka intii la joogayna runtii kaalinta uu kala hawayn xusuusanahay ama wasaaradda aan noqoto ama shaqadii uu dadweynaha u hayay ee qiimo jabnaanta iyo meel kasta oo uga yeerato xaafad kasta oo looga yeero u tagay ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiyo intaas oo dhan ergeyna u nahay ilaahay waxaan uga barayaynaa inuu su'aasha u fududeeyo inuu ilaahaydankii jannadii firdowsa geeyo dr abdirahmaan walaalkeen asalaamu calaykum dr abdirahmaan ilaahay uu naxariisto in badan ba laga sheekay taariikhdi halkan halganka uu kula haa iyo naxariista iyo shaqada wanaagsan ee ummadu hayay waxa laga garan kara markii xilligii halganka lagu jiray isagoo Saudi Arabia jooga ayuu shaqadiisa iska soo laalaabay oo uu yimid halgankii markuu arkay baahida loo qabo dhaqaatiir iyo sidoo yartay hadii 20kii sano u dambeeyay ka soo qaado in si wada dhow u wada shaqeyn jirnay anigu ahayd Yusuf ta ka tirsanaa iyo isagoo wasaaradda ka tirsanaa
برنامج كان HIV كان كود الشقين شرني وحنوها قف كعلامة سن حريص يو دم قشو يدد كا حنوك كود عاي مروا البقرات هاي سن هبين يمالين بقى نكود هذي شرني وحي قال هذا هاي سيدد كا دو راشن يهوي وحي دريال سيدي لوجو هذي لها هديتها هذا يوين كا هذا كلامه وحنوها وح كستو كف ك هي وح كور ريسين شري baahida dadka dhibaateysan sidii loo buuxin lahaa nu dabar lahayn waxana taa ku had garansan naxariista iyo qalbi furnaantiisa ilaahay ha u dambi dhaafo ilaahay naxariistii jannada haasi abdirahmaan anagu isku khalas baanu ahayn isku ruun baanu ahayn waxbarasho abdirahmaan wuxuu ahaa nin qaaliya wali inta aan abdirahmaan arkay ma arag qof aysan ama ay xumaan isugu yimaadeen wuxuu ahaa ragga smart ka ee marka dhibaatoodu timaado aanu dib ugu celin jirnay todoba aan ku wada degeren first July wuxuu ahaa ninka kaliye marka aanu wada anu odayga kala meeshan ahaa laakiin abdirahmaan marka xaaladu ugu adkaato ninka uu sheelay waday wuxuu ahaa nin umada u dhaxeeya wuxuu ahaa nin aan xumaan lahayn wuxuu ahaa nin umadeed wuxuu ahaa nin qalbi wanaagsan ilaahay abdirahmaan aanu naxariisto maanta qabrigiisa baynu joognaa ilaahay abdirahmaan aanu naxariisto allah inna raji'un horta madaxaynaha inna lahu inna raji'un anu abdirahmaan in badan baan la joogay markaati waxaan ka qaayo qaado furayo waxaan leeyahay cafisi un cafisi waxaan weydiinayaa umadan timid inay iska saamaxaan assalaamu calaykum warahmatullaah inna lahu inna raji'un inna lahu inna raji'un abdirahmaan aanu waxaan bartay 1978 ayuu noogu ethiopia aan ugu tagay abdirahmaan mu ahayn qof caadiya ibni aadan bashar caadi lagu tilmaamo mu ahayn nin naxariis badan buu ahaa nin dhaawaca iyo dadka kale ee mujaahidiinta kale intuba u naxariis badnaa nimay jeclaayeenna wuu ahaa nin aan qiimeyn karayo ku qiimeynayo ummaddan imika taagan maan ahayn abdirahmaan ilaahay u naxariisto maanta waxaa inaga baxay nin runtii qaari ah waxaa uu tegayaa un ilaahay subxaana wa tacaala oo aana ilaahayna waxba ka lumin abdirahmaan markuu ardayga ahaa iyo markii uu jaamacadda dhammaystay uu qurbaha tegey markaana waanu saragnay oo qurbahan isku aragnay riyaad baan wada joognay markuu soo baxayey su-aashaan weydiiyey waxay ahayd war cabdiraxmaan oo ciidana ma tiide yaa waana markuu halkanku de bilowga ahaa maad maxaan ku dhahday halkan ka shaqaysatay wuxuu yidhi halganku wuxuu u baahan yahay halkan caafimaad yaa markaa shaqadii loo tababaray ayuu soo baxay ciise oo dhan uu kasalgareeyey wuxuu yimid frontka ayuu yimid wixii uu ka qabtayna daweyn ogeeniyo siduu mataqaana ilaa maalintii ugu dambeysay wuu ka ahaa intaasuun kuma u ekeen cabdiraxmaan markii dalka lasoo galay cabdiraxmaan sidaa la sheegay wuxuu ahaa ninka ugu yar marka maxaanku dhahdaa rafeetada la goosanayo lacagta ugu yar ninka qaada buu ahaa cabdiraxmaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janno siiyo ehelkii iyo dadkii uu ka tegayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo raxmaan maxamed cabdilaahi afuraabe waxa weeyaan anagu isku reer dhaboolqaban ilaa ciyaalnimadkii ilaa dhakhtarnimadii intuu soo bilaabayey ilaa intii SNM ilaa caruurnimadkii dadku kamay soo sheekeen ilaa caruurnimadkii qof ismaylay qofna lama kala qabanin waxaan leeyahay way nooshahay hooyadii waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ehelkii iyo walaalidii ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo saddexdaynan iyo saddexda hablood ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo caasho waxaan leeyahay ilaahay samir caasho cali warsame ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ummadda somaliland oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay khaatumada cidhibta khayr hooga dhigo ilaahay oo dembi dhaafo ilaahay nooga daba naxariisto salallahu calaa si wa bihi nastaciin calaa umdin widiya wadiin inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaanu joognaa geeridii walaalkeen dhakhtar cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed cabdiraxmaan afuraabe hadalka ku dheeraan maayo ka caafimaad ahaan taariikhda caafimaadka taariikhdii halgeenka iyo taariikhdii dibudhiska wasaaradda caafimaadka wadhidi buu ka ahaa intaasaan ku dhaafaya taariikhdiisa sidii hore loo qiray imikana maadaama inu qabrigiisii dul taagno waxaanu dirayaa taxsi eheladiisii iyo reerkiisii iyo caruurtiisii ummadda somaliland baan u dirayaa taxsida waxaan ka taxsiyeynaynaa bahdii caafimaadka ee uu ka baxay ee uu tiirka u ahaa iyo ummaddii uu shaqaynayay uu adeegayey ee adeega hufan uu siinayey ayaan iyagana u taxsiyeynaya isagana waxaan leeyahay ista waan u ducaynaya ilaahay qabrigaa u nuuro ilaahay qabrigaa u waasiciyo ilaahay qabrigaa u udgooneeyo ilaahay su-aasha taabitkaa ha waafajiyo ilaahay qabriga rawda jannada ka mida ilaahay hoga yeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi inna lillahi wainaa ilayhi raajicuun inna lillahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariiso dhakhtar cabdiraxmaan cabdilaahi
runtii dr cabdiraxmaan anugu waxaan la soo shaqaynayay 20-kii sano u dambeeyey si joogta ayaanu la shaqayn jiray dr cabdiraxmaan cabdullaahi runtii maan arag shaqsiyad ama qof la mid ah xagga naxariista uu naxariisanayo bukaanada runtii waxyaabo aad iyo aad u qariiba oo aad ma garanaysaa ku yar bini aadamka ayuu lahaa wuxuu ahaa dhakhtar aan had iyo jeer adduunka aan qiimeyn 20-kaasna aan la shaqaynayay weligii adduuniga lama hadal runtii markii intii halgankiina waxyaabaha aadka loogu xasuustay aniga wiiga sheekeeyay waxaa ka mid ahaa in isaga oo gaajoonaya oo wax alla wixii dawadii ay lahaayeen muxuu halganka isagu gacanta ku haya haddana uu gaajo isagii darawalkii gaadhiga u waday ay intay gaajo u bakhtii waaye gaadheen uu muxuu ahaayey wax ka mida muxuu ahaayey dharkiisii iyo waxyaabii ula khaaska u lahaa uu meel uu ma garanaysaaye ula cararay oo waxay cunto ay siistaan uu ku soo bedeshay isaga oo heli karayay in dawada iyo agabka dhan ee uu ciidanka u haya in xabadda beenisaliinka lacag fara badan laga siista hadduu khiyaamo iyo ma garanaysaaye ayda iimaan darro hayso dhakhtar cabdiraxmaan wuxuu ahaa dhakhtar aan runtii lagu soo koobi karin hadal iyo ma garanaysaaye muddo yaroo kooban qiimihiisa ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu naxariisi janno ka waraabiyo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.